نقدر نزرع يا جماعة آلاف من عقل التين بطريقة سهلة جدا، وأي نوع إحنا عايزينه في الفترة هذه من بداية العام، شهر يناير فبراير شباط الأوقات هذه، شايفين؟ وهنا هوريكم كيف جزرت معانا. بس في نقطة مهمة جدا لازم نعرفها، إن دايما بعد ما بتبرعم معانا يعني بتبدأ تطلع البراعم، يعني بنحط العقلة وبنستنى عليها في الفترة هذه أول العام دايما قبل بداية الربيع في الشتاء بتبدأ تبرعم معانا، وبعد ما تبرعم معانا كمان بتبدأ تعمل جذور. في المرحلة هذه كتير منا بيصبر عليها وبيحس انها نجحت وبيفرح، بعد كده بتموت الشتلة. ايش اللي بيخليها تموت؟ الحاجتين اللي يخلوا الشتلة تموت، يا اما بتزرع اللي اقل من عمر سنة، الراس اللي فوق الصغيرة خالص، يا اما بتزرع كمية كبيرة مع بعض، كمية بتحط كذا واحدة مع بعض في علبة واحدة، وبتيجي بعد كده في بداية الربيع تفصلهم عن بعض، وهذه برضو تفريد الشتلات بعرضهم لصدمة وبيموتوا، يا إما تفضل حاططهم في نفس المكان. يعني إحنا بنيجي في الوقت هذا بنغطيهم بحاجة العجل، يا إما بنعملهم جو دافئ شوية، وممكن نسها ونفضل سايبينهم في نفس المكان، ونلاقي بعد كده إنهم بيكون بداية الربيع محتاجين بقى إنهم يطلعوا لشمس وأرض مستدامة ونحطهم. فالحل في اللحظة هذه بقى ما تزرعش كذا عجلة مع بعض ولا عجل طرفية، أقل حاجة يكون عمرها سنة. وفي نفس الوقت لو هتزرع في الأرض على طول، من دلوقت اختار عجلة طويلة زي ما عملنا في الفيديو الأخير، وغطسها كلها في الأرض عندك في المكان اللي أنت عارف إنها تستدام فيه، واعمل لها حوض وظبطها وسقيها، وهتفضل إن شاء الله لغاية ما تطلع معانا. خلاص، هذه أهم النقاط اللي عايز أقول لكم عليها. يبقى بعد ما تبرعم وتطلع نقدر نعرضها لمكان تاني. ممكن واحد يقول لي طب المشاتل ما هي بتزرع وبفضل عندك كميات كبيرة جدا في الأكياس، طب ما هي المشاتل برضو المشاتل بيكون عندها الجو فاجي ورطب وكمية أشجار كتير، وبيغطسوا الكياس البلاستيك أو العلب في التربة، أغلب الكيس بتسقط في التربة، فبيفضل اللي فوق بس هو، وبيبقى في نوع من الدفى مش موجود عندك في البيت، فما ينفعش تسيبها في نفس المكان. يعني تزرعها اول ما تبرعم وكده هندخل على الربيع نقولها للارض المستدامه، او ما تزرعش العقل الطرفيه. بصوا هذا كله ميت، بصوا غرسته قبل كده لانها عقل طرفيه ماتت وما عملتش جذور، او انها عقل طرف خالص من الرفيع، ما ينفعش. وما ينفعش تزرع كذا واحده مع بعض، اهو حتى انا عملت غلطه وبحاول اصحح حالكم. نشوف هنا يا جماعه، بصوا هذه مثلا، نضرب مثل دلوقتي، شايفين هذه عقلة اهي، عقلة تخينة مش طرفية ومزروعة لوحديها، ما ينفعش نزرع كذا واحدة مع بعض. ولما عملتها في الشتاء مثلا او في السقعة، اجى بداية السخونية نطلعها للشمس بتطلع معانا ومية مية. هذه دلوقتي بعملها كده ليش؟ لاني محتاج انقلها لمكان مختلف. شايفين هذه، شايفين الشتلة، شايفين الجذور بتاعتها كيف ما شاء الله اهي، شايفين. ولو اتسقت بميه كمان بتغير شكلها خالص. هذه كده شتله محترمه نقدر على طول نغرسها، يا اما في علبه كبيره مستدامه او في الارض المستدامه، او تبدا تتعرض لشمس او مكان مختلف، هنزرعها بعد الفيديو. طيب طريقه الزراعه يا جماعه، احلى علب بحب ازرع فيها هذه بتاعت المياه الغازيه وما شابه، وطبعا نخرمها من تحت شويه، وكل عقله تتزرع لوحديها، وبنيجي نجيب المقص، شايفين؟ أنا واخد أصلا منها قبل كده، هذه عقلة طرفية من الصعب جدا إنها تنمو، وهذه كده تعتبر عقلة واحدة. هناخدها وبأي حاجة عايزها، متنية من على الجنب، تخدشها ما تخدشهاش، التين قوي جدا، بس زي ما قلت لكم المعاملات المهمة اللي لازم نعملها. هذه واحدة وهذه الثانية، شايفين؟ أهي هذه ثاني عقلة، وهذه الثالثة اللي بنسبة كبيرة جدا ما بتنفعش تطلع معانا، وبتكون عقلة طرفية وصعب جدا إنها تطلع. بنيجي بعد كده يا جماعه بكل سهوله زي ما انتم شايفين هنا، او هذا مزجي اهو، ونغطسها لابعد الحدود لغايه ما توصل للقاع. عايزين تغطوها اوكي، انا بالنسبه لي طبعا بحطها وسط الاشجار هنا تحت الشجر اللي عندي، خلاص ما فيش اي مشاكل، بتاخد جو اللي هو الدفى والفاجي. هذه واحده وهذه الثانيه، نقدر نغطسها هنا لغايه ما تنزل لاخرها. شويه رمال او لو عندك طين بتسقيه الاول، وبعد كده تحط العجلة بتاعتك، وهيطلع معانا بنفس الطريقة اللي ورتها لكم دلوقتي. هدول العجلتين، والعجلة الطرفية أنا ما برجحهاش، لكن بشكل عام ها لعل وعسى. وزي ما قلت لكم برضو غلط نزرعهم مع بعض، لكن آها إخسارة برضو إن إحنا نرميهم، بنسقطهم لعل وعسى اللي يجزر أوكي، بس بنسبة كبيرة هو هذا الصح اللي أنتم شايفينه هنا. وين المية؟ وبنيجي يا جماعة في الآخر بنسقيهم، بنحطهم يا بنغطيهم بعلب أو بنحطهم تحت صوبش كيس بلاستيك لغاية ما يدخل علينا الربيع شهر مارس مثلا،
الشهر الثالث ونبدأ بقى ننقل للأرض المستدامة، يا إما يطلعوا من تحت الأشجار والظل أو المكان اللي إحنا مغطينه، لازم يتنقلوا لمكان تاني بقى يكون خارج في شمس، اللي هو الطبيعي إن أنت عايز تزرع عقل التين. شايفين هنا ما شاء الله، بصوا يا جماعة هذه عقلتنا اللذيذة، شايفين هذا بقى كده التجزير الصح. هذه عقلة مجزرة، الحين هاخدها على طول في الأرض الخلفية عندي في مكان مشمس وتمام التمام، هغطسها لغاية هنا. كل هذا هينزل في التربة وعملها حوض وحواليه شوية اسماد، واديها مية بقى واتفرج عليها كيف على الربيع الجاي لأنها أصلا مجزرة. أحلى مسا عليكم، أنا آسف إن الفيديو طويل شوية، بس أغلبنا وبتجيني أسئلة كتير جدا في الموضوع هذا. يا حاج نعيم، ليش بعد ما بزرع عقل التين او افرع التين بنسبة كبيرة بتبرعم وتكبر وتجزر وبشوف الجذور زي ما انا وريتكم هنا دلوقتي، بس بنيجي بعد فترة بنموت؟ وقلت لكم على الاسباب، يا اما بتسيبها في نفس المكان، يا اما بتكون زارع كذا عقلة مع بعض وتحاول تفردهم وبياخدوا صدمة، يعني محتاجين بقى التغيير. هنزرع دلوقتي، نجحت نيجي على الوقت الطبيعي نعمل لها حوض وارض مستدامة وننقلها وما نزرعش كذا عقلة مع بعض، ونختار العقل التخينة اقل حاجة سنة ما تكونش عقل طرفية، وان شاء الله تكبر معانا طبعا. والتين انا زارع كل الانواع عندي في البيت، بس هذه بس فقط حبيت اوريكم. احلى مسا ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية. اتبعوا الطرق اللي قلت لكم عليها بالضبط يا جماعة والخطوات هذه ان شاء الله، وهتشوفوا كيف شجر التين عندكم ان شاء الله يطرح ويبقى عندي زي ما انتم شايفين عندي، وريتكم فيديوهات كتير الحديقة الخلفية. احلى مسا ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات تانية، ورب نكون استفدنا معلومة كويسة اليوم، زراعة عقل التين بالالاف بشوية خطوات سهلة وبسيطة. السلام عليكم.